علي النعمة شوية عيال تفرح، وعيال مش لأن هم صغيرين ولا ده تسفيه إطلاقا، ده بنات وولاد صغيرين يعني يفرحوا لما قاعد عمال دلوقتي بقى تجاذب يعني أطراف الحديث مع ندى في الفاصل، في مخ وفي عقل وعيال عقلة كده وهادية وراسية وعندهم تفكير ورؤية وتصورات وبيفعلوها على الأرض. نرحب مرة تانية بندى خضر رئيس قطاع المبادرات والتنمية المتكاملة بمؤسسة حياة كريمة. أهلا بك مرة تانية يا ندى. قلت لي شركائنا بقى، شركاء النجاح. بالظبط يا فندم، لما أطلقنا الفعالية بتاعت أنت الحياة كان من أهم الشركاء معانا وزارة الشباب والرياضة. حلو. اللي دخلت معانا من خلال فعاليتين. الفعالية الأولى كانت ملتقى لتوظيف الشباب ما يحضر عدد من الشركات، تم التنويه عنه قبلها بفترة، استقبل ما يزيد عن 150 شاب في اليوم الأول. وبرضو دخلت معانا في فعالية اسمها خطوة نحو حياة أفضل. حلو. وده لتعديل سلوكيات الأطفال من خلال الألعاب. قدرنا خلال فترة الست أيام نستهدف أكثر من 1000 طفل. وبرضو معانا وزارة الصحة والسكان. حلو. دخلت معانا من خلال قافلة طبية موسعة شاملة بكل التخصصات، سواء أمراض البطنة، أمراض النساء، الاعتلال الكلوي، ومبادرات وزارة الصحة وتطعيم كورونا، زائد صيدلية كانت بتصرف الأدوية بالمجان لأهالينا الأكثر احتياجا. وبرضو دخلت معانا من أهم شركاء المجلس القومي للمرأة اللي شارك معانا بثمان ورش عمل، أربعة منهم ورش عمل توعية عن الشمول المالي والادخار وعن التنشئة الأسرية، وأربع ورش عمل أخرى لتعليم السيدات الحرف اليدوية الشائعة داخل محافظة الفيوم. وبرضو شارك معانا الجامعة البريطانية، دي كانت أول مشاركة ليهم من خلال قافلة طبية متخصصة في الأسنان وأمراض الأطفال، وقافلة توعية نفسية لأكثر من 150 مدرس ومدرسة عن التنشئة النفسية الصحيحة للأطفال. وكان برضو من المشاركة البناءة والجميلة ليهم إن هم جابوا لنا عدد من المتطوعي من الدارسين داخل الجامعة البريطانية كانوا متواجدين معانا على أرض مركز إتصا في محافظة الفيوم على مدار الست أيام متفرغين تماما. ودي كانت مشاركة فعلا هايلة وأنا كنت سعيدة بيها جدا، مش بس علشان خاطر يشاركوا في مساعدة أهلينا، وعشان كمان يشوفوا إنجازات حياة كريمة على الأرض. وكان معانا برضو وزارة صندوق مكافحة الإدمان اللي شارك معانا بعدد من ورش العمل للتوعية بمخاطر الإدمان طبعا. وكان في برضو ورش عمل للأطفال بيشتغل فيهم على تنمية المهارات وعلى تعليمهم إزاي إن هم يتوخوا خطورة الإدمان، وإزاي إن هم من الصغر ينموا مهاراتهم والأنشطة يتعلموها فيبعدوا بيها يعني بعد تطور أعمارهم فيما بعد عن مخاطر الإدمان. وبرضو كان معانا دي بقى عزيزة على قلبي جدا، مسرح حياة كريمة. دي كانت أول مرة نزلنا بمسرحية للأطفال بتتكلم عن الإنجازات التاريخية لمصر وربطها بإنجازات حياة كريمة، وبتدعم بطريقة مبسطة وخفيفة، رسمت البسمة على وجوه الأطفال إزاي أهمية روح التعاون وإن مفيش مستحيل مع الإرادة والعزيمة والمصابرة. بصي حقا قاعدة ما تتحسبش تحت أي ظرف من ظروف، لأن الوقت جري بينا أنا مش عارف ليه يعني. أنا عايز أستأذنك بقى في حاجة، مش إن إحنا هنتقابل تاني هنا، إحنا عايزين نتقابل تاني وإنتوا مسافرين في المبادرة اللي جاية. يعني أنت الحياة اللي جاية هتبقى فين؟ حددتوا ولا لسه؟ إن شاء الله إحنا في طور التحديد يعني بكرة بالكتير إن شاء الله. حددوا وقولوا لنا عشان عاوزين نبقى موجودين معاكم إن شاء الله يشرفنا، ونتمشى وسط الناس ونتكلم وما إلى ذلك. ومش هنبعت حد من زملائي الأعزاء المراسلين، عايز أنا اللي أتشرف واجي. أنا أحب قوي إن أنا أقعد أسمع الناس وأتكلم معاهم. اللي انتوا بتعملوه عظيم، واللي انت قلتيه على موضوع المسرحيات اللي اتعملت للاطفال دي، هي دي الاعز على قلبك، ودي الاعز اظن على قلب اي حد، لان احنا هنا بنبني نشأ وبنشكل وجدان. ندى انتوا برافو عليكم، ربنا يا رب يجازيكم بقد اللي بتعملوه والله العظيم. شكرا. الف شكر ليكي مره تانية، نورتونا وشرفتونا، وانا في انتظار التنسيق معانا بعد اذنك عشان ننزل نلف معاكم، وكل ما يبقى في عندكم محافظه بس قولوا لنا وهتلاقوا جايين طيران. انا بتكلم جد حقيقي يعني. كل شكر الف حبيب. الف الف شكر ليكي وكل الزملاء والاصدقاء والابناء اللي موجودين في حياه كريمه حقيقي.
برافو عليكم. شكرا لحضرتك. زمان جدا يعني اقدر اقول لك مثلا ايه 15 و20 و25 اللي كان يعمل حاجه زي كده، الشبان اللي عاوزين يعملوا حاجه زي كده كانوا بيتقفشوا. اه والله العظيم عاوز تساعد الغلابه هتتقفش، يقول لك تنظيم احمر هدام. اه والله انتوا قاعده تشعين يالا، يقول لك تشعين يالا ويتقبض. حاجه كانت صعبه جدا جدا، نزل تساعد الغلابه شعين مين يا عم، ولا بنديلهم اشارب ونقول لهم اختي الحجاب قبل في عصر الذئاب ولا بتاع، احنا ناس طيبه يعني. على كل خلوني تاني اشكر كل الناس اللي بتشتغل في حياه كريمه، شكر خاص لضيفتنا العزيزه ندى خضر رئيس قطاع المبادرات والتنميه المتكامله بمؤسسه حياه كريمه. حياه كريمه مش مجرد بنا بيوت ورصف طرق وندخل ميه وندخل صرف ونعمل تصميمات جديده للطرق ونساعد الناس ان هم يسكنوا كويس او ندخل لهم حتى انترنت فائق السرعه. في حاجه كمان فيها التمكين الاقتصادي، فيها بناء الوجدان، فيها حاجه اسمها تنشئه الصغار. حياه كريمه حاله متكامله ولسه الحكاوي هتكتر.